السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة سهام شانيل. اليوم جيت ندير معكم واحد لو كيك تيجي لذيذ وزوين بزاف على شكل ميلفوي. دونك اول حاجة هنايا غادي ناخد 3 ديال البيضات. ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وديروا ليا جيم باش يوصلكم كاع الجديد. واحد قبيصة ديال الملحة، واحد الساشي ديال لافاني، كاس لا ربع ديال السكر سنيده. نخلطوا هاد العناصر كامله بالطراب الكهربائي حتى يبيض لينا شويه الخليط. ودابا غادي نزيدو نص كاس ديال الزيت تدريجيا. من بعد غادي نزيدو واحد ياغورت فاني، ذوق الفاني. اللي ما عندوش يقدر يدير حتى بدون سكر ماشي مشكل. ونعاودو نخلطو واحد شويه الطراب الكهربائي. ودابا غادي نزيدو الدقيق، وغادي نزيدو خماره ونصف، كل وحده فيها 8 غرام. ونعاودو نخلطو بالطراب ولكن بسرعه تكون شويه خفيفه. كيف تشوفوا هالخليط كيفاش خاصو يكون، دخلت ليا 200 غرام ديال الدقيق وخمارة ونص، 200 غرام وخمارة ونص. دونك دابا غادي نخويو الخليط في المول وندخلو الفران يطيب على درجة 180 درجة بحال الكيك العادي، ومن بعد نرجع ليكم. دونك هالكيكة ديالنا من بعد ما طابت هانتوما كيفاش تتجي. دابا غادي نحاول أنني نقسمها على جوج، تتجي هشيشة بزاف ورطبة. غنحاول أنني نقسمها هي بشوية حيت غادي نعمروها من الداخل بلا كريم باتيسيير. المول المربع درتو في هاد سميتو في هاد البلاطو، غادي نحط فيه النصف الاول هذا اللي كان في الوجه، غادي نقلبو بهاد الطريقه، غادي يولي الداخل هو اللي من الفوق هكا. غادي ندير لا كريم باتيسيير اللي صاوبت، كنديرها في الثلاجه مازال ما بردتش مزيان، ولكن انني تبغيتها هكا تكون مازال سائله ما تجمدش ليا باش نقدر انني نسرحها على لو كيك كامل. لا كريم باتيسيير انا تندير غير ديال العلب، يعني ما تنصيبهاش بالبيض وداكشي في الدار. صافي غادي نسرحها على الكيكه كامله بالطريقه. غنجيب النصف الثاني اللي كان لتحت نورمالمون غادي نديرو هو الفوقاني حيت تيكون ملس، وغادي نغطي به ديك لا كريم. نحاول نقاد هكا بيديا، والفوق غادي ندير لا كريم شانتيي. حتى هي درت ديال لابواط، تديرو كاس ديال الحليب مع لابواط كامله، ولا بغيتو غير النص تندير نص كاس ديال الحليب مع نص ديال لابواط. وغادي نسرحها على لو كيك كامل. ومن بعد ما حيدت الكيك ديالي من الاطار كيف تتشوفوا، دابا غنبدا ندير خطوط ديال الشوكولا بتزين بحال هكا. بهذه الطريقة وقبل ما يبرد لينا هذا الشكلاط غادي نديرو هكا مع لا كريم شانتيي تكون بارده، يعني قبل ما يجمد لينا غادي نمشيو بهذه الطريقه. نزوقوا ليها وجهها باش تعطينا منظر زوين.